السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي من قناة شروحات الآيفون. بعد تحديث جوجل ماب الأخير صار بإمكانك تحمل أي جزء من الخريطة عن طريق الإنترنت وصير تستخدمه لو ما عندك إنترنت في جهازك. الطريقة جدا سهلة وبسيطة. لما بتدخل على خرائط جوجل كل اللي عليك بتسويه في الثلاث شرطات هذه اللي باليسار بالزاوية، بتضغط عليها بيطلع لك هذه الخيارات قدامك. طبعا لازم يكون عندك حساب في جوجل ويكون مسجل دخول بنفس الحساب. تضغط على المناطق الغير متصلة، بعدها بيجيك منطقة مخصصة نضغط عليها، بيجيك بهذا الشكل المربع. تقدر تختار المكان اللي انت حابب تروح له او حابب تزوره وخايف يكون ما عندك انترنت فيه وتبغى تحمل هذا الجزء. بعدها تضغط على كلمة تنزيل، بيجيك انك تسمي هذا الجزء. بعدها نضغط على كلمة حفظ، بعدها بيبدأ يحمل معك. الآن اتحمل معنا الخريطة وبتلاقيها بهذا المكان. طيب طبعا اللي انت حملته بيظل معك 29 يوم تقريبا شهر، بعدها بيتمسح اللي انت حملته. يعني غرض منه انه حق مشوارك، المشوار اللي انت رايح له بتخش تحمل، بعدها اما انت حابب تمسحه او هو البرنامج بيحذفه خلال 30 يوم. يعطيكم العافية، لا تنسونا من لايك وسبسكرايب بالقناة.